اصور المهارات بتاعك. الله كده يا نادر، المهارات دي لو بيهرش لو بيهرش في ظهري بحس بيه. الفطير بتاعك ماله كبير ليه كده؟ البيت ده الله كده واحد خبطني بيه في دماغي، ما انا حاسس بيه اصلا. اقرا منه بتشر يا جدع، بره تشر بروات كداب والله. ما تقرا منه والله لو مقطع، والله لو انا اقطع بتشر على البلاط. انزل انزل ماشي بالله عليك، في ماشي في ايه؟ والمصحف ماشي فيه في عجله بدال، عجله بدال ماشي في قلبه فيه يا جدع. بطل روات يا جدع انت، ماشي في المصرف ده بالكبش. مصرف ايه؟ تمولي بس الراحه وجيه من غير ميه على الراي اللي بقول. انت قصدك بين الحرت والتقطيع ده؟ انا اقدر اجي اصور فيديو والله ماشي على طول. خد اللي انت رحت له بالليل، مش بالليل ده بالنهار، وحسبته نقلك 80 جنيه وشلت وراه 23 نقله، يجي لك يفتح يعمله لك. اوعى انا وتقول لي النفر طفش وخد 250 جنيه وقال لي اقدر اعمل حساب على حته واحده. تضحك عليا مين؟ انا حرام انا عم، وخلي الواد غرقك بقى. انا لا مستر بس انزل بس يلا انزل. هات كارتين بالدور. اما يا جماعه تاخد تجيب الكوره تاخد فلوس 3 جنيه لعبه تروحوا مع محمد جنيه. طيب هات الكروت يا باشا وخد الفلوس. يلا شوف يا رجاله يا حاج نادر بيه بيه بيه. شوف المصرف مش رادم حاجه، مش رادمه. ما هو انت لو حلو معايا انا هردم لك، لكن انت ما انتش حلو معايا، مش رادم حاجه.